اهلا، معكم ايه بن نور، طالبه بالمعهد العالي صحافه واتصال. هذا اليوم الرابع لنا في الملتقى الدولي للطالب. كنا حاضرين طيله هذه 4 ايام، جينا مع المعهد ديالنا باش نزودوا الطلبه اللي مقبلين على امتحان البكالوريا ولا اللي ديجا خداو البكالوريا بالمعلومات على مجال الصحافه. كان اقبال كبير على هذا المجال، ممكن ان الطلبه كيعجبهم هذا المجال وباسيوني فيه. هذه 4 ايام زارونا نخبه من الناس اللي معروفين، رياضيين، فنانين. كان مدير المعهد العالي للصحافة والاتصال سيد أحمد طلال حريص أنه يكون حاضر معنا. جاءوا أساتذة، يعني المعهد كامل كان هنا وما قصرش من جهده باش يزود الطلبة بالمعلومات الكافية على مهنة الصحافة. بونجور، رسقي كنزة، ثالثة عامية في الجورناليزم الانستيتيو دو جورناليزم دو كومونيكاسيون. كيف ما كتشوفوا معنا حنايا كنتواجدوا في الفوروم ديال كازابلانكا اللي كان نوجهوا فيه تلاميذ لي نوفو باشولي، وان شاء الله علاش لا ياخذوا هاد المهنه الشريفه اللي غادي تكون هي رابع قوه في الصحافه. تبارك الله ما شاء الله، كان في هاد المده 4 ايام كان عندنا نخبه كبيره من صحفيين اللي جاوا تواجدوا معنا وشرفونا بالحضور ديالهم معنا، وان شاء الله علاش حلا حتى حنا نكونوا منهم ان شاء الله، ولي نوفو باشولي ما يكونوا منهم. وبون كوراج ا تو موند.